أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء في الركعة الثانية. نعم. يقول أحسن الله إليكم: دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء في الركعة الثانية وأنا لم أصلي المغرب، فماذا أفعل؟ لك أن تدخل معه بنية المغرب وتصلي صلاة المغرب خلفه، ولك أن تصلي المغرب وحدك أو مع جماعة مثلك، ثم تلحقون بصلاة العشاء ما بقي منها. نعم.